السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. اذا الموضوع اليوم راح نتكلموا على موضوعين. الخبر الاول، حسب موقع سيفوت الكاميروني يؤكد انه رسميا اوفيسيال، يعني على تويتر اوفيسيال، انه رسميا مقابله المنتخب الوطني ضد منتخب الكاميروني راح تكون يوم 24 مارس بملعب جابوما بدوالا. نعود، راح تكون المقابلة المصيرية للتأهل لكأس العالم في مقابلة الذهاب في الكاميرون بتاريخ 24 مارس في ملعب جابوما في مدينة دوالا. هذا حسب انفراد، حسب موقع سيفوت الكاميروني يقول انه مقابلة راح تكون في ملعب جابوما في 24 مارس. الملعب هذا اللي اشتكى منه الطاقم الفني والمنتخب الوطني سوء أرضية الميدان، ويعني وخاصة دوالا منطقة في تعرف يعني الرطوبة العالية ودرجة الحرارة. إذا الآن مع يعني أمور هذه أصبحت واضحة، هذه معركة كل واحد يستعمل الأسلحة المناسبة ليه والأسلحة اللي يقدر يتغلب بها على خصمه. هما باغيين يلعبوا في جابوما باش يستغلوا عامل الحرارة والرطوبة، رغم انه ارضية الميدان انا بالنسبة لي مش عاق، لانه شفنا مقابلة المنتخب المصري، شفنا المنتخب الكوت ديفوار ما يعترضوش على ارضية الميدان عكس المنتخب الوطني. اذا صح الخبر يعني راح يحاول انه يضغط الاتحاد الكاميروني بقيادة ايطو على المنتخب الوطني لكي يلعب في ارضية ميدان جابوما من اجل الضغط على المنتخب الوطني اللي اشتكى من ارضيه هذه تاع جابوما وايضا دوالا من نتيجه الحراره والرطوبه العاليه. اذا هذه هي اللي حبي يتاهل يتحدى الظروف هذه، ما نبقاوش نلقاو في السبايب والحجج وارضيه وميديتي والسخانه وكذا. اللي حبي يروح كاس العالم يحارب، روح حارب وتاهل كاس العالم، مابقاش دوك مبررات وتبريرات. كما قلت الأحسن هو اللي يتأهل من الآخر. إذن هذه كأخبر لموقع سيفوت الكاميروني اللي أكد أنه 24 مارس هو تاريخ مقابلة الذهاب، وجابوما هو الملعب اللي راح تستقبل فيه الكاميرون بمدينة دوالا. خبر آخر، خبر طريف 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 جدا. خبر ثاني كما قلت خبر طريف، فردت به قناة التاسعة التونسية. لما تقرأ عنوان بفضل تونس أبرز مواهب الدوري الإنجليزي تقترب من المنتخب الجزائري، تقرأ العنوان كيما هاك، بفضل تونس أبرز مواهب موجودة في الدوري الإنجليزي تقترب من المنتخب الجزائري، أنت واش يظن؟ بفضل تونس، اسمع مليح نعاود، بفضل تونس، في بالك واش تظن؟ ظن كاين حاجتين. الحاجة الأولى أنه تونس توسطت المناجر تاع ميشيل أوليس باش اللاعب هذا يلتحق بالجزائر. يعني احنا ما عندنا لا اتحاديه لا مناجير لا عندنا والو، حنا رانا فارغتي فرغان، تونس توسطت لنا. انت كي تقرا الخبر كيما هاك العنوان واش يجي في ذهنك؟ واش يجي في مخك؟ هذه الاولى، ان تونس هي اللي توسطت لنا باش نجيبوا اوليس، لاننا ما عندنا لا اتحاديه لا مناجير لا ناخب وطني لا منتخب، ما عندنا والو، احنا فارغتي فرغان. هذه القراءه الاولى. القراءة الثانية انت تقول ممكن العنوان كيما هكا تونس بفضل تونس، تقول ممكن احنا جزائر راح كيما نقولوا تعاند ونعاندوا جيراننا تونس، كيما جابوا هما المجبري تاع مانشستر يونايتد، موهبة شابة اللي يلعب في الفريق الرديف تاع مانشستر يونايتد، احنا راح نعاندوهم ونجيبوا موهبة تلعب في الدوري الانجليزي الممتاز. هذه القراءتين، القراءة الأولى تونس راح توسط لنا اللاعب والمناجر تاعو وتجيب لنا أوليز. القراءة الثانية ممكن تقول باللي احنا راحين نعاندو تونس وراح نقلدوها ونجيبو موهبة هذا أوليز مثل ما جابت هي المجبري. احنا القراءة كيما العنوان صح، لو تدخل للعنوان للتفاصيل الخبر راح تجيك صدمة ما بعدها صدمة. العنوان لا علاقة بالموضوع، لا علاقة بالموضوع، وراح تتشوك وتخبط راسك على حيط وقليل، تخبط راسك على حيط وقليل. نسمعه وش يقول الخبر، هذا التفاصيل على العنوان المثير.
اقترب أحد أبرز المواهب مواهب الدوري الإنجليزي الممتاز من تمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، ويتعلق الأمر بالنيجيري الشاب مايكل أوليز لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، والذي يمتلك أصولا نيجيرية وجزائرية وفرنسية، والمنتقل حديثا إلى صفوف الفريق قادما من ريدينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وكيل أعمال أوليز تحدث عن اختيارات اللاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك في تصريحات لموقع أون جول نيجيريا. وقال وكيل اللاعب صاحب 20 عام، أوليز يرى بأنه يمتلك فرصة إما مع فرنسا أو مع الجزائر فقط خلال المرحلة القادمة من مشواره الدولي. واستدرك نيجيريا اتصلت به من أجل اللعب مع منتخبها، ولكن المدرب تم تغييره بعد الهزيمة أمام المنتخب التونسي، ولا حظوظ لهم حاليا في الحصول على موافقتهم. وكان المدرب أوغوستين إيغوافون قد أعلن استقالته من تدريب منتخب نيجيريا عقب الهزيمة أمام تونس 0-0 في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما تولى تدريب النسور الخضراء خلفا للمدرب الألماني روهر. ويعتبر أوليز من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي، حيث شارك خلال الموسم الجاري في 17 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. وش دخل تونس الآن؟ هاي حضروا رسمي المقال داخل موضوع، نحكيكم الموضوع داخل وش يقول. يقول أنه لما تونس فازت على نيجيريا ما قدرش نيجيريا تجيب هذا اللاعب، وبالتالي الجزائر راح تكسب هذا اللاعب لأن تونس ربحت نيجيريا، وبالتالي تونس قدمت خدمة للجزائر. منين نبدأ نضرب في وجهي؟ منين ما عرفتش نضرب منا نخبط راسي على الحيط، وش ندير؟ تقرأ الخبر تقول بفضل تونس الجزائر راح تستفيد من موهبة صاعدة في الدوري الإنجليزي، هذا العنوان الخبر. انت تقول بلي تونس راح تعاوننا، ولا احنا راح نقلدوا تونس كما جابوه مجبري. تقرا الخبر الداخل يقول لك تونس بلي لما فازت على نيجيريا المدرب ما اقالوهش، كانت اتصال. اعطيك انا الاخر، نيجيريا دارت بيان الاتحاد النيجيري وشكر باسيرو وقال له بلي ما نقدرش نجيبك لما يعني ما توافقناش في بعض الامور، والفتره حساسه راح يكمل المدرب أوغستين، هذاك المدرب المحلي نتاعهم اللي لعب في كوب دافريك، على جال مقابلتين الاخر يعني الفاصله، مقابلتين حساستين، وما كان لها نزيد نبدلوا مدرب ونجيبوا باسيرو تاع البرتغالي. هذه نعطيك الاخر، ها انتم تقولوا باللي خلاص نحاوه، ما نحاوهش المدرب. هاي درك انا ما فهمتش، مخي هذا ما حبش يقبلها. واش دخل تونس في جلب الموهبه أوليز؟ ما لا دركا تونس الحساب واش قرينا في المقاله، ما زدنا ما نقصنا، انه تونس لما فازت على نيجيريا 0-0 قدمت خدمه للجزائر باش تجيب أوليز. يا هذا اللي كاتب المقال ما فهمتش انايا. زيد قول لنا ميسي متخرج من الترجي، مع احترامي لكل الانديه والله ماني مدخل الشعب التونسي، يعني بريء من هذا الاعلام، هذا بالنسبه لي غبي، اعلام غبي. زيد يقولون ميسي خرج من الترجي ورونالدو خرج من صفاقسي، واحترامي كل جمعيات هذوما وكل النوادي هذوما. زيد يقولون مانيش عارف انا مبابي خرج من النجم الساحلي، بفضل النجم الساحلي ما يلعبش مبابي مع ليكيب دو فرانس. هاي دركا واش نقولوا؟ غباء، بلادة، واش نسموها هذه؟ والله ما لقيت ما نحضر، والله ما لقيت ما نحضر. قاعد نفركت انا تونس عتعاوننا تونس، ما لقيتش المقال فليتو فلي، المقال فليتو كلمه لقيت الا تونس ربحت نيجيريا، وفهموها انتم قدمت لنا خدمه تونس كي ربحت نيجيريا نقدروا نجيبوا أوليز. هاي يا سيدي عمر راسك.
لا إله محمد رسول الله. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.